كاين الحوت تما يا الاخوان، بحال اللي بغى يصيد الحوت موجود. ضروري يا خويا علاء، شكون هذا اللي معايش؟ لا لا كنمشي على رجلي يا خويا الحسن، على رجلي معنا قريب، ساكن حنا حدا البلاصه هذه قريب تقريبا واحد واش نقول لك شي كيلومتر ونص، يعني هذه هي البلاصه فين كبرت اصلا اخويا الحسن. لا طبيعة زوينة ولكن اخويا اش كاين اخويا الحسن، كاينه شويه ديال الرطوبة ما نكذبوش على الله، دابا الماء اللي بغيت تعوم فيه هو بارد الصراحة، بارد بزاف، كاين اللي كيعوم ولكن راه حاليا باقي بارد، مع الماء هذا كيجي من الجبال، كيجي من الفوق الجبال باردة، دير شي خيمة فوج مع راسها ديك الشي طاجين بالسحر راح الله يحفظك ليا اخويا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله، شمال افريقيا مرحبا بك. نطينا عمر مبارك، تحياتي لك، تحياتي للجميع، الله يحفظك خويا شمال افريقيا. ديال لا ماشي ديال الثلج، دابا الثلج ما كاينش في الجبال، ولكن الجبال كتكون باردة، عندك الغابات وداك الشيء تيكون بارد، فهمتي، مع الشجر بزاف يعني الشمس ما كتضربش، دابا إلا دخلت للغابة راه الشمس ما كايناش، إيوا تيكون كبرتي تما، كبرت هنا كتهضر بالعربية مزيان، ويا خويا مالك، تا فين في المغرب، هاديك النواحي ديال ما بين القلعة ومراكش، قلعة السراغ ومراكش. الله إلا جاني النعاس الخوت، أخي سمير لماذا نفتقد لهذه المناظر الطبيعية الساحرة في بلداننا؟ واش نقول لك اخويا الصبري، الله اعلم داكشي ديال الله سبحانه، فهمتي اخويا الصبري، ما تقدرش تقول شي حاجه، داك حكمه ديال الله سبحانه وتعالى، داكشي ديال الشتاء والثلج والريح وداكشي، ما حنا عندنا يعني عندنا الطبيعه ولكن ماشي شد البلاد كلها، يعني كاين البلايص اللي فيها الطبيعه وكاين البلايص اللي ما فيهاش الطبيعه، هذا هو. غير بالنسبه للاخوان الجداد عملوا المتابعه ما تنساوش، اللي جديد معنا مرحبا به. غالبا واه تقاتما كيحسن لك لعندك الاولاد، دابا هذا هو المشكل اخويا عبد الله، هذا هو المشكل، دابا اللي كيجي لهاد البلاد بحال تيتبلى بها واحد شويه، فهمت، كتنظم راسك هنايا كيف ما الدراري تيقراو هادي، يعني كتولي بعض المرات صعبة باش، هي الصراحة بلادنا زينة يا صاحبي، مكذبوش على الله، الماكلة ديالها زوينة كلشي زوين فيها، الأجواء تاهي زوينة، العيد الكبير تيكون زوين، في رمضان تيكون زوين، فهمت أخي، أنت من الجزائر ولا من المغرب؟ من المغرب أخويا، ودبها تاع.